كم من وجه له وجهان، واحد لا يشبه الثاني، ذا لسانا وهذا لسانان، رطب وصلب دا حدين، مسح دمعة وأسال نهران، أقام حدا وقطع رحمان. كم أنت عاص يا ذا الوجهين، الناس لهم رب واحد وأنت لك ربان، فاتقي ربك يوم يلتقي الجمعان. اسم هند، لاج 45 سنة. كنت العمل ديالي ما بين التصدير والتعشير، كان خدم 21 عام وانا خدامة. واحد اللحظة جا عندي ان كليون ديالي يخدم معايا، جاب كليون اخر. المهم بغاو يديروا ان اكسبيديسيون لمارسي، اتفقنا عطيتهم دو في صافي. قرروا النهار فاش غيخدموا عيطوا ليا، ريزيرفيت لهم لو كونتينر، بداو كيشارجيو. مشيت باش ناخذ الوراق من عند الشيفور، البيلتان دو ريسبسيون مسائل، شفتهم كيشارجيو، لقيتهم كيشارجيو كارلاج ليش، ما بانش ليا بانه كاين شي حاجه ماشي نورمال، حيت السيد ديجا كنخدم مع عامين وانا خدامه معاه، ولكن لو تخلي جاب ما عمري ما خدمت معاه. صافي شارجا وخليتهم، مشيت باش نصايب ديكلاراسيون، مشى الكونتينر، استكملوا سدوا سدوا الكونتينر، جا عندي الشيفور عطيتو الوراق، دخل البور، داز توجور عيطوا ليا الديوانه، قال لي خصك تحضري لا فيزيت. طلعت جبت معايا الفورنيسور، قلت لي خصك تحضر معايا لا فيزيت، انا ماشي انا سايب السلعه، انا كندير غير التعشير. من فتحوا الكونتينر بداو كيهرسوا في الجليج، لقاو في وسط منو حشيش مخدرات. منين جاو قبضونا، علمتهم بان كاين شركه اخرى، هاد الناس ما خدموش معايا بوحدي، خدموا معايا وخدموا معايا نوتر سوسيتي تاعي دار التعشير وتصدير. عيطوا ليهم، جابوا الكونتينر الاخر ديال الشركه الاخرى، هبطوه للارض، لقاو فيه نفس الكونتيتي ديال الحشيش، 620 كيلو 620 كيلو، نفس الخدمه ونفس كل شيء. صافي انا مقبوطه والناس الاخرين على برا. السوسيتي الاخرى ترانزيتير الاخرين خارجين وانا هنايا مقبوطه، مي واخا الفورنيسور قال لهم راه السلعه هو اللي سايبها، هو اللي جاب ليا الكليان وكل شيء، مي عطوني 3 ans وعطوه 4 ans. مع العلم انهم قبضوا مرات هذاك مول لا دروغ، قابضين مراتو في شي بلاصه ما عرفتش فين قبضوها، لانه الدوسي جابونا المحامي قالنا راه قابضين مراتو، حيت لا سوسيتي فين كنا غنصيفطو السلعه في لو نون ديال مراتو، ديرها في لو نون ديال مراتو. دابا دخلت 5 شهور وشي يمكن شي 10 jours ولا شي حاجه بحال هكاك، يمكن من ورا الاحكام تحكمت في لو 1-3. نورا الحكم الحمد لله وليت كنحس براسي شويه كاين شونجمون، انا يعني درت سونتر، تقيت في سونتر، دخلت لاباتيسري زوينه، وكان كاين تغيير بزاف، كاين حوايج زوينين. ومؤخرا عطاونا واحد لا بيبليوتيك تنقدروا نقراو دي بوكان، اي حاجه بغينا تنقراوها. المهم كاين شونجمون، ما باقيش كتحس بانك فديك في السجن، او واحد اوما واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع كتحس بانك خرجتي بحال رجعتي لحياتك الطبيعيه. ولا وراه جيت حضرت شفتهم كيشارجيو، كيبان لي كيشارجيو زليج، ما يمكنش نعرف انا شنو كاين داخل الزليج، خاصك سكانر. انا اكسبري كنخدم على كازا، ما كنديرش لا فيزيت في مراكش، كنديرها في كازا حيت كازا فيها سكانر باش يبان لي شنو كاين في لا مارشانديز. والشركه الاخرى اللي خدموا معاها ترانزيتير الاخر دونوا في مراكش، ومع انهم دونوا في مراكش وكانت لا فيزيت وكان فيه لا دروغ وما عرفوش الديوانه حتى جا لهنا، حيت جوج ديال الدوانيير اللي داروا لا فيزيت راه موقفين دابا، هما اللي خدمتهم ما قدروش يتوصلوا. انا واخا حتى انا خدمتي، ولكن هما اكثر، هما مهمة ديال التفتيش. تندير لا بانتو، كنرسم بزاف، كنرسم ليستوار ديالي، اي حدث وقع لي في هنايا كنرسمو، كنرسم وكنكتب. كنمشيو لهنا للسونتر كنقراو، بيان سور كنقراو لا باتيسري، كنديرو براتيك، كنديرو لي زيكزامان، و بخي ملي تنخرجو من السونتر كنمشيو لا بيبليوتيك، عندنا تقريبا 3 سوايع اخرى في لا بيبليوتيك. الناس ما خصهمش يديرو الثقة في أيا كان إلا العائلة ديالك، الناس المقربين منك، حيت أنا الثقة هي اللي خلاتني ندخل هنا، لأن
كليان يعني كنخدم معاه عامين وعمري ما حصلت عليه شي حاجه، مي الثقه ديالي فيه هي اللي خلاتني نتعامل معاه بهكذا. يكون ما انا كنخدم عليه كل يوم محدودين كلياني، هو ما كنخدم. اون فوا جاب لي واحد اخر قال لي بغى يخدم معاه، نقول لي لا، ما خصناش نديرو الثقه، لان الثقه صعيب في هذا الوقت، صعيب باش دير الثقه ديالك في الناس كاملين. دائما خصنا نديرو 90% ديال سوء النيه و10% ديال حسن النيه.